شبابك يا ابو قصي. طول بالك يا ام سامير، يعني خلونا نلاقي حدا نصيب اللي احنا فيه. انا انا اخبر القصي. لا لا والحل والحل شفناك يا اقرب تونسنا امي مثل جديدها يقول مرضو يا جماعة شكم يعني ما معقول ان احنا لا نقدر نخبره بس نقدر نتصرف شلون يعني مثلا لو ترتيبات الجنازة الأكل والنعوت نسيت النعوت أهم شيء إيه والنعوت بس ما عم تقول نعوت أهم شيء أنا مثلا بس ما حدا ما عم يحكي نعوت نحن نفس الشيء يا جماعة توصلنا أي شيء مرة اتصل بي راح أتصل سيد عرفان انت اعرف يعني من كل الناس بهيك حال شو بيتصرفوا اول شيء بنخبر الاهل لك ما بنقدر احنا نخبر اهله لانه ما بنعرف وينه شو بيسوون لازم بدنا نعرفه سيد تعال لقلي شو بدك شو مصروف يعني ما بتفاوض شو خاف ما خلص قعدت بدهم اذا سمعنا انه مصيد الجغير ندى صحيح قولي لمروان يجيب صوره لابو قصي هذا روكي حاضر غيره لا ماما لا لا تقول لا يلا نشرب جاهزة معك مفتاح إيه معي سكري هلا بكرة يا قصر إيه هاي السماء شو بعدين ليش لا جبكي أنا قصاي يو شو بدك تاني خال خالك قصاي الحقيقة يعني إنه شو بدك تفضل قصاي المصايب بتجمع شباب المحبين كلهم اهلا وسهلا فيكم شو اخبارك زلمه خان اخبارنا لا بالسر لا عدو لا حبيب الله يعينك بقصد الله يعيننا جميعا لك شو بكم يا جماعه ايش ساكتين ليش ما عم تحكوا ما لكم بالعاده كانوا قاعدين بعزا ليش عم تبكوا؟ لا ما في شيء مسكين سنكوح مثل طير البربريسي لا البربريسي ما مات اللي مات ابوه قصدي ابو البلندي انا كنت عبو والله يا عبو هلا كل هالحزن ودموع والصفنات مشان طير الله يسامحكم امي رشا شو هذا مو معقول يعني على جد حزينه تفرح ما لقيتنا مطرح يلا ماما على البيت يلا يلا حبيباتي يلا خاطركم انا شو بدي الا بعض عيط استسلم ما عاد شي حبيبي سكتني أهلاً قصي على السلامة قصي أماني إذا احتجتي شيء أو لازمك شيء دقي علينا نحن أهل جيران ما أفضل والله خذلك يلا مع السلامة الله يرحمه قلتي شيء؟ لا ما قلتي شيء أعطيك شيء مع السلامة عرفان الله يرحمه قلتي شيء؟ ما قلت شيء عم نادي لسامر لك سامر سامر تعال ماما أيوه ليش تعال كبير؟ كيس الزبالي أنا كيس الزبالي من بارد مسك كبيته كيس الزبالي كيس الزبالي ليش ما كبيته كيس الثاني كيس الثاني يرتاح ليك سامي كيس الثاني بالحاوية مو جنب الحاوية مشان البيئة أوامره أنا مع السلامة حبيبتي الله يسهل علينا العقل والدين لا حول ولا قوة إلا بالله. معه حق أبوك ما يتحمل.
اتحملك ويلزقك بخلقتي. شوفي شوفي شو القصة. هي مامي فهمي يا حمار دب انا بايش هو بايش. لك انا من ساعة ما قال له رحت بايش انت بايش حتى اسألي. هلا فهمونا شو لازم نتصرف شو لازم نساوي؟ مثل ما قال سنكو اول شيء لازم نهتم بالعزل. طيب والجثة ما لازم نستخدمها مشان الجنازة؟ لك جثة مين بنت الثانية عم بقول لك بدك تفتيه مش قبل شيء لابيب البقية يرجع استلام والمدفن المواساة. طيب رح نروح على المواساة مشان نستخدمها مشان الجنازة. ايه عارف خذي معه ولا لا لا معه خليك انت هون بروح انا وبكلي تعب يلا طمنونا شو بصير معكم طمنونا بالتليفون. لا تكلم راح خبر الأول بابا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا شو مطلوب مني؟ أنت ما بعرف خليك هون تلزم. ما بيوعدني أنا زعلانك وقلبي عم يرفرك مثل الطيور ولا سلك وقعدوني روح اشرب لي كاسة مي سامر يرضى عليك. ما بيوعدني بك أنا ولا الزعل من جدي أشرب هلا. مسكينة يا عم قصي الله يكون معي من الصبح عم تلي خيطه قلبي أمضني أنا من هالسفرة. هو هيك قبل ما يروح وصلنا معي تطلبني قلبه حاسس مسكين يا جماعه شو بدنا بالحكي المؤمن قلبه دليله. ذهب باسل الى المدرسه. في شي ماما؟ ايه في شي. جيران هدول اكيد طالهم فيوس. يا ماما لا تشغلي بالك فيهم دول مجانين مجانين مجانين. انا لازم افهم شو عم يصير لازم اعرف شو القصه. قصي تعال أوام تروح بدي أعلوك إلي واستناني عند الباب. ركض صحيح لك تضرب روح أوام بسرعة. فهمتي لازم أعرف شو القصة. يا ماما ما في قصة دول زعلانية على سنكوح لأنه ما تلطيه ويا ريت الشفير كله شقفة برناندي. شقفة برناندي ها صايرة سنكوحة تمام بطيور. شو رأيك فتح لك كشف أمام السطوح؟ لا ماما أنا بدي سنكوح واحد ومخلصين. إيه شو بدي قصة شو بدي أنا قدامه قارح هذا بيشتري. شو قلي شو بدها؟ هلايك بجيت تحكي لك شو بدها. واحد ما وصيتك بوكي أهلا بوكي. أشرب أشرب عبيت أمي ليش جمعك الكبير. لا لا ما في شيء بس كله زعلان على الطير. طير هلا كلها المناحة والعزم شلون طير شو البياخة بعدين فلتي سكتي لا تفوتوا لا تفوتوا لا تفوتوا لا عادي خلتي يلا سكتي تعي يا ماما. إذا عصابك قوي هلا بدي أحكي معك كلمتين. بعد عني لأني ماني طالبك وأساسا بدي أستخدم خطبة. بس بدي أستخدم خطبة ماشي الله يسامحك لكن نحن بشو وأنت خير يا جماعة شو بكم كتبتونا معكم شو حصل؟ على شيء قصي أهل حبيبة قلبي ما عشي هيك خير شو في شغلنا عليكم؟ لا 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 ما في شيء كله خير إن شاء الله خير. روكي روح جيب كاس مي من المطبخ. أنا بجيب كاس مي. أنت ما دخلك لا تدخل في شغلات بلدك ما حصل منك شيء. روكي روح جيب كاس مي من المطبخ يلا. هلا هيك بصير في اللي بيعمل خير بس صوت لا تدخل في شغلات بلدك يلا روكي. مسلم على مستوى كلمتين تفضلي مسامر. قليلي شو بصري معصب كتير شو بصري اليوم؟ مسكين المدير تبعه قلعه من الشركة راح مع ضياك تقعد عندي. هلا فهمنا شي. وليش قلعه؟ مو على أساس أحسن مهندس عنده؟ هيك نصيبه كنا نصيب قضاء وقدر. لك خسي انتي مين اللي بتحكي؟ مسكينة مسكينة مو عايشة من الغواز مو قلع المدير لمروان عم تبكي مشان هيك عم تبكي. عبية لك عبية روكي لا تحكي ولا كلمة يا خودي. لا أنا بيجوا بطل لسه عندي اسم مالك تطلع كمان رشا بدك تفك الخطبة. لك نحن بشو أنت بشو؟ لك أنا معقولة تقلي قدام العالم وقت تجيب لي مي؟ روكي هاي القصة كلها اللي سويناها مش هحكي معك كلمتين على الانفراد فهم بقى اللي هيك لوه الموضوع انه يعني المرحوم جوزك عفوا ابو قصي يعني جوزك ما خبري يخبر ماله بالعاده كل سفراته لا اتصال ولا تليفون تعودنا عليه هيك احنا. ايه ماما حق ابو قصي يعني الواجب يخبركم. ها
هو هيك دائما ما بيخبرنا. شرف استاذ مروان، هاي كاسه المي. لك وين اجتي عم بشرب دمك بالمطبخ؟ شرب ابو قصي، شربها حرام، حرام على المصيبه اللي وقعت فيها. انا مصيبه؟ لا لا، قصدي الصور هذا. انا مو تمام يلي عقله قد عقل النمله، ما بفهم شيء. تفضلي. شكرا. صحتين وهنا. مسامير الله يخليك، ليه ما نصرك؟ ما بقدر اتصل اليك قدامي، بنحرج كثير. انا عيني تكرمي حبيبتي ام قصي. انت مروان عيب، لا تبهدلي سهره قدامها. عيب. امرك مرغمي، بدك ما تبغصيني ام قصي، بس مثل ما انا شايف عصب شوي يعني. معلش نحن ليش مزعلانين عليك وقلقانين كثير لانه مديرك قال لك من الشغل؟ يلا معلش هي فرصه، بركي بدي لك شغل بشكل احسن وافضل. لك كل الحق على مديرك، هو عقله صعب شوي. مين؟ لك مديرك مو قال لك من الشركه؟ صحيح، ليه قلعك من الشغل؟ قلعني؟ من الشغل؟ ايه قلعك من الشغل، قلت لي لا تقولي لحدا انا اضطريت. طيب ليش تقولي لحدا؟ ايه صارت. لك ليش ما قلت لي؟ لك ليش قلت لك؟ طيب يعني ما في احتمال انه هيك يرد يرجعك على الشغل يسامحك؟ روكي خلاص، بدك ما تغزيني وقصي بس مضطر يعني. روكي خلاص. انا مش بلا معك انا بطل. هلو؟ مرحبا. لا انا مو ندى، جميله. مين جميله؟ لك شو بقى حماتك هو ضمان، لكنه صار كبير تتقطع. لك شو صاير لك اليوم؟ ذكر الرجال دفنوا وجه الحاله سامر. دفنوا؟ ايش لو كيف؟ المرضيه تاخرت 5 ايام، رايح على المستشفى ولا امرنا دفنوا. يا حضرتك عليك يا ابو قصي، دفنوا ولادي يا ابن عزيز يا ابو قصي. كفيني، شو صار؟ بعد الله يرحمه كان الوجه في الوجه والبرصة وقتلم. لك خراس وفهمني شو صار عم قلك. لك دفنوا، دفنوا. رحنا لنسكو نزول قبره وفوق انه ميت، وخد صوري مرطين اسمه عوض ابو سنات ابو ستة مؤسسة. هو ابو سنة؟ شو؟ لا بشي، كملني كملني بكري بعدين بشرح لي. كملني بكري. قمنا صباحنا نزل المكتوب على الشهدة، عزمنا وتفضل الاتصال مدارس 6 سنة وقرينا الفاتحة. ما هزال. نعم. شفتي؟ وهلأ انت وينكم؟ من الشارع، بس خبرتك اذا لازم تشيش اجيبك يا معي. تعب بسرعة، بسرعة كتير. ها؟ خاطرك، بدها بديك. حاضر، لك فهمت، خلاص. ماشي، مع السلامة. مسامر، لك عمي، مسامر شو سرق؟ يا حبيبي كنا بمصيبة صرنا بمصيبتين. اسكت بكبرت على حال. شو قالت لك؟ قالت لي خاطرك. طب بعد خاطرك ما تضربي علي؟ ضروري اروح عليه. معك مصاري؟ معي 100 ألف. عون، فيك تروح بتاخذ لك شي روح. جدا معك مصاري؟ لك يلا ما معي عجل. ايه مو هيك؟ ايه ايه ايه. طيب اشرحي لي شو علاقة أبو سنة بالموضوع؟ هذا يا ستي في جماعة شافوا لسانك وطالع من البناية، قالوا له مين في عندكم واحد ساكن هون مشهور ومعروف؟ ايه حاب قالوا سليمان أبو سنة، يعني أبو قصي. أبو قصي. شغلك ليش عم تبكي طيب؟ ذكرت المرحوم. مو مرحوم المرحوم يعني، بقصد أبو قصي. يا حرام مسكين، شو عم ياكل؟ شو عم يشرب؟ مين عم يغسل له عين؟ مين عم يغسل له جراباته؟ يعني مين ما بنعرفه؟ ايه لا تقلقي علي جميلة خانم، لا تقلقي، هو متعود يعمل كل هالشغلات لحاله، ومو بس هيك، بيطبخ وبيجي وبيشرب غسيل، بابا روح قال له شغل البيت. الله يرحمه، الله يرحمه، شو كان يحب كل الناس وخصوصي انا. ليش مين هو؟ لا 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 ابو قصي ما في شيء، ما في شيء، بس الهزاز معرض لضي اسمه بلندي مات، يعني هو سكت رخيص بس كان حلو. حلو؟ شو المسافر هاي؟ شو المسافر؟ كل هالمناحة والعزم شاطر رشا ومين ما مروا على البيت؟ واليوم مساء اكيد بيرجع ابوكي. لك لا مو راجع، شو عم تقولي؟ بده يومين. لا لا شو يومين، بده 3 أو أكثر. هلا أبو قصي يعني هو أبو قصي يعني هو مسؤول عن الزراعة بالمنطقة كلها يعني. مظبوط، مشان هيك بعتوه على حسب يشرف على زراعة البطيخ الأحمر والأخضر والأصفر. يا حمية شباب، يعني أنا المسؤول، أنا مسؤول عن المنطقة كلها. عم يتعب، عم يتعب. مو هيك روكي؟ عم يتعب كثير، بس هن ليش سكتوه الزت يعني؟ مصيبة، شو بدنا نعمل؟ يلا ما ننزل. قصي، قصي
يلا عادي خاطركم هذا كمان. السلام. السلام من هونك. ما تطلعوا معي يا جماعة، ما تطلعوا معي. الله يرحمك يا أبو قصي. ارتاح وريح. ريح شحينا. اول شيء بدنا نوصي على الموزي، بعدين بدنا نطبع اوراق النعوة، وبعدين بدنا نفتح معنا هذا هون بالبيت. طيب نحن ما بدنا نعرف مين قرايبين ومشان نحط اساميهم بالنعوي؟ هلا لنشوف، بس بدنا نسال ام قصي بدون ما حدا يحسها. هلا يعني ليه بدنا نضل هيك؟ لازم نخبرهم حرام. انا ما دخلني، ماني على موضوع بنوبة، انا ما اخبر حدا، يلي بده يخبر يخبر. انا ما بخبر حدا، مو ناقصني يكون الغراب بالبيت. وانا مالي علاقة، انا بدي انزل حالي خلص، هي القصة. شبان بتضلك شبان طول عمرك شبان. هلا وقتك وقته، شو بدنا نعمل؟ خلصنا. هلا بنروح لعند ابو قصي وبنسال على اسماء قرايبه، ما هيك روكي؟ انا بروح معك. روح نادي لك عن انت، انا مالي قلب روح خبر حدا. مثل ما قلت لك مرت عمي، روح من هلا. يلا ماشي بالاذن. مع السلامه. بتعرفي ست جميلة الله يرحم ربنا ابو قصي، انا شفت تدلو عن جد، عن جد شفت تدلو. لا حبيبي الحبيب اللي بدلو. شو قلت اختي؟ اول شيء يا عدم مؤبدتي. نعم رشيد، ليش عم تحكي معي بهي الطريقة؟ انا من شو ازعجتك؟ أخي أنا ما عاد بدي إياك، وبس يجي بابا من السفر نحكي بهذا الموضوع وبلش الشغل من أولا. بابا أحسبتي على بابا؟ شبك لهالدرجة صرت رومانسي؟ أصلا الرومانسية مو مثل الكنسوان، الرومانسية عواطف ومشاعر تجاه الحبيب. أمك وينها؟ جوا. شو بدك منا؟ ماني يا مسرحي. ما راح تقلي شو بدك منا؟ في موضوع خاص بيني وبينه، بعدين انا ما عندي وقت. يا لطيف، شو شخصية مهمة. الله يسامحك. مرحبا اوكي. طمني شو الاخبار؟ اي اخبار؟ ابو قصي الله يرحمه دفنوه بشي حال. مين هذا اللي دفنوه؟ لك شو هالقصي؟ لك شو هالقصي؟ أي ما في منها أصلاً.
سبحان ذي الكلام، وشه صحيح حلو وقلبه ابيض مثل التلج. سمعتي جميل كيف ايه بقى ابو صيح الله يخليك تقليني الاسماء. ايه سجل عندك في الوالد سلمان ابو سن المرحوم. ما بقدر احكي بفيدو ما بده يقولوا له لك يعني ايه بفيدو. طيب سجل اخو سليم ابو سن مدير فرع مؤسسه المرحوم بحمص، وسلمان ابو سن مدير فرع مؤسسه الدار في الحمام، وسلمية مديرة خياطين. ما بدنا اخوات بنات، بدنا بس الذكور. ليه؟ مش عارف اسمه كمان السنه كمان السنه. ايه تحديد النسل وبرنامج الاسرة. الله يرحم روحك وكان ظريف. مين عم بيحكي؟ يا طيري يا حمامه رمزي. مين؟ شو عم تعمل وردة؟ محتسي الشاي الصاخن على روح مرحوم قصي. تضرب منك إلو الدنيا تحت أي من عادي وانت عم تحتسي الشاي. أكفي يا زيد مهم طمني أخوي مروان الصار معه وشاف حدا أخوة المرحوم. أستاذ مروان قال مشان الكراسي مع صلاة الغضب بيقول عنه مشان الأوزي هلا بتروح أنت وضبك تجيب صواني الأوزي. ليش الأوزي وهالمصاريف اللي ما لها جزء الطعمة هاي بلاء؟ مرتاح مني بدك لحالة نحكوا علينا. لك يحكوا وينفلقوا شو ما بدهم يقولوا يقولوا. رجال طويل عريض راح انقطف من بين ايدينا بطيخة كمان بدنا نطعميهم فوق هذا الشيء. أمي شو هذي حكاها هيك العادة؟ أنا بدي إلغيها لهلا. طب شو بدك العادة على دوري قصدي على دوري مرحوم ابو صيحاصي؟ لازم ناكل شيء. بس طب لا مو ضروري هالحكي كله. هلا احكي لي عن عواطن طلعوا ولا لسا؟ اتصل على الفن نطلع وقال عواد جاهزة والقهوة المرة جاهزة. ايه قهوة المرة كمان جاي من الكراسي كمان حصل. طيب اسمع هلا تنزل على مدخل البناية انت وبكري. نعم. بس انا عرفان بس تيجي تاخذ منه العواد لزقوها على كل حيطانة. وليش نساوي؟ افتح 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 الباب افتح 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 إذا أبو قصي شو بدنا نعمل؟ لا تفتح لا افتح وإذا غيره كمان افتح. هلا قولوا لي يا جماعة. نعم. كيف بدنا نخبر لأبو قصي؟ أنا بخبر أبو قصي شو الموضوع علي؟ بس ما بتشبن ها؟ لا لا بتشبن. ايوه وين هو؟ تسمع مني انا؟ اخي خلي واحد من قرايبي المرحوم يخبره. ليش نحن لقينا حدا من اخواته ولا من قرايبينه ما كنا بنصير فيه وما بنشوف القصه براسنا؟ لبيب سامي مين ده؟ قصي شو بده؟ اللي تلعب معي طابه بتقلع حلقت له. ايه ليش من هون انت يا كمان؟ جتني فكره شو رايك؟ روح انا وياك لحالنا لعند ام قصي ونخبرها. طيب بس ما بدنا نخلص لنا قصص هيك كلها اول. مظبوط. عشان مين هذا؟ هذا قصي ينزل يلعب بالحارة. بالحارة؟ مو على اساس عم سامر لانه سامر افندي ما قدر يتكبر وقال له حلي. يا قشوم يا قشوم على الدرباية. لك انا ناقصني. خلي الاغاني اغاني ماني عارفة شو بدي اعمل. شو رايك نروح عنده؟ عنده؟ يلا ما بعرف شيء قلنا غيره. ليش؟ رح اقعد تحت القهوه جيب مفتاح وحقيني. ايه حاضر. هلا بلا طير يا سيطر يا اخي. لا في اوزي ولا في اكل عنا وما في لا ميت ولا في جنازه. بس تسمعوا بالتمثال بتشرفوا لهون. اهلا وسهلا فيكم. يلا هلا ما في شيء. تمثال مين؟ ما في مخربطين خربطين البنايه. اهلا معكم. الله معكم. مع السلامه. اهلا خالتي. ما في شيء. شرف شرف وليه وسهلا فيكم. شرف لا اختي لو انا قلبي رقيق ما بحب الشغله.
ما نوري بس عرفان أركز واحد بالبناية ما أنا بصفر وصورة النعوة اللي هلا ما بموش فيها بكري أنت لك أنا سأفضلها اتبعوني صوتي صوتا بيقول مين بروح ضل جسمي ايه احكي ايه ما بزعل لا بزعل اكيد ما بزعل ما بزعل تقولي لك قلي يعني هو شغله كثير سهل يعني انت سهل بكري شو ما بتستاهل او بقلبك يا مسامر قلت لك وقعني انا ما بعرفش ما اشتغلت تفضل قلي تقولي ما بزعل بوعدك ووعدتك زعلك بعدين لا 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 ما بزعلني يعني هو الموضوع ما فيه انه انه بدك مع بادر طالعي رشا ليكون حكيتي مع روكي بالموضوع مرت عمي بصراحة أنا يا روكي لا تزعل ولا يهمك كيف أنت عم تحكي من عندك يا مرت عمي نحن بشو أنت بشو شو القصة فهموني طيب دخل دخلي بصير رجال على خبرك أنا رجاء يا علينا يعني أبو قصي جوزك لا ما له بالعادة يا علينا يا حبيبتي يا أبو قصي أنت ما خبرتي نفسك إنه هو ليش ما خبري لا لأنه قلت لك ما له بعادة خبر مدام أبو قصي ممكن ومن لحظة نعم أنت الثاني هل يحق لي أن أسألك سؤالا واحدا شرف عندما يكون أبو الأستاذ أبو القصي مسافرا في بالعادة إنه يخبرك؟ لا ما في بالعادة إنه يخبرني ليش؟ ليش؟ مفهومة مشان ما يدفع المكالمات اكسيزموا اكثروا الأسئلة كتير الموقف كبير أختي أم القصي أكثر ما بتتصوري لا ما لأ أبو القصي طلع واحد جلده وبخيس بس الحين ما تحكي لك على عم أبو القصي صحيح يذكروا محاسمه وتركوا لك مين إجاي تراه؟ أكيد بيكونوا ولادي اللي زقوا نعوة بالبناية فهميني شو ولاد ونعوة وليش لابسين أسوار؟ معلش موضة سنة موضة؟ لا حاسب الكل قديش خلاص أنت إجاي تراه؟ لك هدول الولاد خلصوا تلزيقوا على النعوة وأمراح فاني حاسبهم يا جماعة هلا بدكم تفهموني شو الموضوع شو القصة؟ تفضل احكي لك احكي القصة انه تفضل استاذ زوكي تفضل احكي ما بحكي ولا حرف ما دخلني انا حدا يحكي انا بدي احكي تفضل خالتي القصي تفضل خالتي القصي احكي عمي القصي شو ما 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 حبسناهم مشان يكتبوا سبع ايام ما كنا حاسين شيء شو كان صوت